السلام عليكم ورحمة الله، وبجيب لكم فيديو تهكير لعبة ببجي 2019. طبعا التهكير جديد، لسه نازل قبل كم من يوم. اليوم راح اشرح لكم في التطبيق القديم اللي نزلت عنه الشرح، تقريبا بطل يشتغل على كل الأجهزة وصار فيه مشاكل كثير. فاليوم جايب لكم تطبيق جديد اللي هو راح اشرح لكم كيف تهكروا اللعبة فيه. اوكي، الان زي ما انتم شايفين انا منزل اسم تطبيق اسمه بي جي اكس. البي جي اكس هذا هو اللي راح نهكر اليوم فيه. طبعا قبل ما نبدا شرح وهاب، لا تنسوا تشتركوا بقناتي الثانية، عشان مهما صار لهي القناة نقدر ننشر بالقناة الثانية، حتى لو اكلت حظر من اليوتيوب فبننشر على قناتنا الثانية عبين نرجع على القناة، عبين ترجع قناتي هاي الموجودة عليها قاعدة انشر. فشباب لا تنسوا تشتركوا فيها. خلينا نبدا الشرح. اوكي، الان راح افتح لعبة ببجي. طبعا قالوا لي انك انت اصلا تشتريش وما بتبينش بالفيديو انك تشتري، هسه برجيك عدد السكنات اللي كنت مشتريها عن طريق الهاك الاول، التهكير الاول. اوكي، ننتظر اللعبة بين تفتح. ثاني خبطت الصوت على الاخر عشان اعرف اقدر اصور. اوكي، زي ما انتم شايفين شباب السكن الموجود عندي، وعندي كمان كثير سكنات زي ما انتم شايفين. اشتريت الرويال باس وفللته كامل من النقاط اللي هكرتها. طيب هسه راح نشرح كيف نهكر اللعبة. اوكي، نطفي اللعبة، اطفي كل اشي انت مشغله. ثواني خلف التلفون، نطفي كل اشي. بعديها بننزل تطبيق اسمه بي جي اكس. طبعا التطبيق راح احط لكم رابطه في الوصف، انت تنزله بس تكبس على الرابط وتنزله. واللي بده مش عارف وين الرابط يروح على جوجل بلاي يكتب بي جي اكس، راح يلاقي اول تطبيق لانه مشهور كثير صار هسه، لانه كثير عليه ناس تستخدمه. اوكي، نفتح بي جي اكس. اوكي، ننتظر اللودينج سكرين. اوكي، this app will help you to get UC. اوكي، بلش. المهم بقول لك انه راح يعطيك UC هذا التطبيق. اوكي، بتقول له انا عندي اكونت. راح يسالك هذا التطبيق لسه متحدث اكثر من هذاك، راح يكرش يقول لك كان يعطيك راندوم. اما هذا بيسالك كم النقاط اللي بدك اياها، 10000، 50000، 100000، 200000. اوكي، هاخذ اكبر رقم دائما عشان لو ما زبطتش المره الجايه تكون معك 200000 يكفوك زياده يعني. اوكي، 200000. بعديها بنضغط على next step. اوكي، الان زي ما قلت لكم قبل، شرحت لكم اياها وبرد اشرحها. هون مستواك في اللعبة، اختار اذا مستواك اكثر من 50، اقل من 50، او مستواك 49 غلق فاقل من 50. اوكي، نعمل سكيب للاعلان. waiting to find your account. اوكي، الان لقي اكونت، نكبس على continue. تمام، اوكي، ننتظر ثواني عشان يحمل الصفحة. اوكي، زي ما انتم شايفين في عندي عرض واحد او تطبيق واحد. طبعا الدولة يمكن يكون عندك دولتك 4 5، يمكن يكون عندك 2، يمكن ما يكونش عندك ولا واحد، فهي مشكلة عادي. حاول انك تعمل واحد من اصحابك او من دولة ثانية يعمل لك اياها. اوكي، الان تضغط على فري تاب تو انستول، بعدين جو تو اب ستور. الان بننزل التطبيق الموجود في الصورة الموجود هون، بعدين نعمل تنزيل، ننتظر على بين ينزل التطبيق.
طبعا تقدر تمسح التطبيق هذا بس تخلص تهكير. ثواني بس خليني اعمل اكس. اوكي الان استنى 30 ثانية جوات التطبيق، 30 ثانية عشان ايش يكتمل التهكير او اكثر من 30 ثانية. اذا مش متأكد انك صار 30 ثانية خذ 35 ثانية، خذ دقيقة عادي فعشان تتأكد. فأقل من 30 ثانية ما راح يزبط التهكير ابدا. جربت اكثر من مرة فكرت انه بكذب انه ما استناش 30 ثانية، لا على الفاضي ترى. فلازم تستنى اكثر من 30 ثانية، 29 ثانية مش حتزبط معك. فانا حصبر 40 ثانية وبعديها انه اوكي شباب هنتبدأ. يلا باقي 10 ثواني. اوكي نطفي التطبيق، نطفي كل شيء شغلناه. تمام شباب الان بنفتح اللعبة. ثواني الف في التلفون. اوكي ننتظر اللودينج لانها بتطول شوي عشان يكون ايش التهكير زبط. اوكي looking for update. طبعا شباب زي ما انتم شايفين التهكير زبط وكل شي تمام مع اكثر من 50,000. ف التهكير زبط وكل شي تمام. بتمنى ان يكون اعجبكم الشرح، ولا تنسوا تدعموني بلايك وتشتركوا بالقناة هاي قناة الاحتياطية عشان مهما صار القناة هاي. طبعا انا مشكر على الاسم عشان ما اتبند من اللعبة، ودايما ما حتى لو عملت حدا منكم شرح لنفس التهكير ما يحط اسمه عشان ما يتبند. فشكرا لكم شباب وان شاء الله يكون اعجبكم الشرح وفي امان الله.